بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله: نفعنا الله بعلومه وبكم. فصل فيما يفسد الصلاة. قال: وهي المفسدات 20. الأول: الحدث عمدا أو سهوا، سواء أكبر أو الأصغر. سواء الأكبر أو بسم الله، الحمد لله، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. قال: فصل فيما يفسد الصلاة. نحن أخذنا أركان الصلاة، أخذنا سنن الصلاة، أخذنا مكروهات الصلاة. الآن ننتقل إلى مفسدات أو مبطلات الصلاة. هذه أشياء يعني لا تحتاج لكي يذهب الإنسان إلى الشيخ ليسأل، هذه أشياء يجب أن يتعلمها كل مسلم. سبحان الله، نحن الله يغفرنا أحب الخير يعني. طيب، المفسد الأول من مفسدات الصلاة، أو المبطل الأول من مبطلات الصلاة، قال: الحدث عمدا أو سهوا. طبعا الحدث قبل التسليمة الأولى، هي تعتبر قبل التسليمة الأولى، لأن بعد لما قال السلام عليكم ورحمة الله خلص الصلاة، خرج منه ريح أو أي شيء، صلاة خلصت. فلذلك لا بد من هذا القيد: الحدث عمدا أو سهوا، يعني خرج منه عمدا، تعمد أن يخرج منه شيء، أو سهى فخرج منه شيء. في الحالتين بطل صلاته، سواء الأكبر أو الأصغر. الأصغر واضح، الأكبر العلماء لا يتركون حالة ولو كانت واحد بالمليون إلا ويأتون بها. شو بده يصير الحدث الأكبر؟ يعني بده يعني مرت قدامه واحدة غلبت عليه الشهوة فأنزل، نادرة، بس في ناس عندهم شباب يعني يفتنون. أسأل الله ألا يفتننا. شو قالوا؟ أو جاءت الحيضة للمرأة. إيه نعم، ممكن أكثر وضوحا. فالحدث قبل التسليمة الأولى عمدا أو سهوا، سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر، بس هو مو إطلاق. الإطلاق يشمل هذا ويشمل ذلك، وكل هذا ممكن يصير. يعني ما تفكروا، يعني في ناس عندها سبحان الله من الشبق، يعني اللي بيعرف الحياة ولو نادرة ولو كان قليل بين الناس، لكن في ناس هكذا. يعني طبعا في أمثلة بس ما يليق بالدرس أن نذكرها. طيب، ثاني. قال: الثاني: ملاقات نجاسة غير معفو عنها، قطبة أو يابسة لثوب المصلي أو بدنه من غير إزالتها في الحال. المفسد الأول الحدث، فقد شرط من شروط الطهارة وهي الطهارة المعنوية. الثاني: ملاقات النجاسة، إذا لاقت النجاسة رطبة كانت أو يابسة ثوبه. لاحظ، إذا لاقت، خلينا بالعموم، إذا لاقت النجاسة ثوبه أو بدنه، أيضا تنجس الثوب إذا لاقت الثوب، وتنجس البدن إذا لاقى البدن. فهذا يعني أيضا أن شرط الطهارة الحسية قد فقد، ونحن قلنا يشترط لصحة الصلاة الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. المعنوية الوضوء أو غسل إذا كان على جنابة أو كانت على حيض، والحسية عدم وجود نجاسة على بدنه أو على ثوبه أو على المكان الذي يصلي فيه. هلا هو عندنا تفصيل، والله إذا كانت النجاسة رطبة، يعني أحيانا الدنيا شتاء والريح شديدة،
وبتحمل اشياء كثيره. شفتوا الاعصار اللي صار هلا امبارح؟ ساوى اكثر مما فعلوه في غزه. الاعصار فعل في تلك الولايه ومدنها اكثر مما فعلوه في غزه. يعني وقالت امريكا من اشد منا قوه؟ اولم يروا ان الله الذي خلقه هو اشد منهم قوه؟ الشاهد احيانا الهواء يحمل نجاسه، يحمل اشياء كثيره، يحمل نجاسه، القى بالنجاسه على المصلي وهو يصلي. اذا كانت النجاسه رطبه والقاها على بدنه او ثوبه تنجس. طب انا ما نقول بقى في الحال سهوا عمدا ما فيها لا شيء قضايا. اما اذا كانت النجاسه يابسه، القى الريح حملت نجاسه يابسه والقتها على المصلي على ثوبه او بدنه. فهون بقى لما لاحظ انه في نجاسه وقعت فعمل لها هيك وهي يابسه، ابعدها في الحال قال لا تبطل صلاته. اما اذا كانت رطبه فانها تبطل سواء كان ذلك بعمد منه او بسهو منه. العمد واضحه والسهو لانه خلص هي تضمخت في الجسد. واضح؟ طيب الثالث. قال الثالث كشف العوره عمدا ولو سترها في الحال او سهوا ولم يسترها في الحال. اما اذا سترها في الحال فلا تبطل صلاته. كذلك كشف العوره، لاحظ هو يفرع الآن على شروط صحة الصلاة. إذا كنتم تتذكرون من شروط صحة الصلاة الطهارة الحسية والمعنوية، ففرع الأول والثاني. من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وعورة المرأة كلها عورة، المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين، على خلاف أيضا في الوجه والكفين. حنابل عندهم الوجه والكفان من العورة وهو قول عند المذاهب الثلاثة. كشف العورة عمدا، إذا عمدا ولو ستر فورا، واحد عم يكشف عورته خلاص بطل صلاة، أتى بما يناقض الصلاة. من شروط صحة الصلاة ستر العورة، فكشف عورته. ومو شرط عورة المغلظة، نحن عم نتكلم عن العورة التي هي من السرة إلى الركبة. أما إذا كشف كشفها سهوا عم يحك هيك مثلا، فارتفع ولابس إزار والدنيا بالحج فارتفع فسترها فورا، أو لاحظ أنها كشفت فسترها فورا، قال فإن ذلك لا يضر. إذا عندي هنا حالتان، كشف العورة هو كشفها عمدا بطل صلاته ولو سترها، كشفها سهوا أو كشفت سهوا، يهو عما يحك فرفع الإزار وكشفت العورة، قال إذا سترها في الحال لم تبطل صلاته. نعم الرابع. شو قولك يعني إذا سترها في الحال مثلا ركن كامل؟ لا فورا، الواحد ستر بطل طلع القميص الداخلي اللي عم يطلع ثم قابل سيدي، هذا القميص الداخلي اللي عم يطلع الصلاة كلها باطلة. صلاة هذا القميص أنا ما بعرف هالقصص هيدي الجديدة طالعين. اليوم نبهنا على الطلاب، قلنا له للشيخ عقيل قال لهم كل طالب بده يلبس قميص داخلي. يا أخي بيقعد الطالب فبيروح بيقعد وبيطخي قاعد عم يستمع للاستاذ، نزل ظهره نزل لتحت لتحت، يا شو هالصهم؟ اخي في قميص داخلي الله خلقه، هذا القميص والله اللي اخترعه بيفهم يعني، هذا القميص من القطن فبيذب العرق، بينما هي الكنزات اخترع فيها ماده البوليستر وبتعمل حساسيه للجسم، فالجسم ما بصير يلاقيه الا ماده القطن. فبيلبس قطن وبينزلها بعدين، حتى سامحني يعني لو انه لا تؤاخذوني، حتى لو نزلها وتعود ينزلها تحت اللباس الداخلي، فلو قد ما طخها قد ما تشقلب ما بتظهر عورته.
اليوم رجال عم يصلوا، انا بيجي احيانا متاخر وطلع عيت وبلاقي الفخذ مبين، فخذ من اسفل الظهر مبين، هذا صلاته باطله. جاي يصلي، طيب روح تعال مع احكام الصلاه. شو هالعادات هي الغربيه اللي نسال الله العفو والعافيه، او لابسني البنطلون ومشقشق البنطلون من فوق الركبه. طيب هي كمان العوره ظاهره، شو بدنا نقول لك سرى وقت الصلاه، بس هالراطه يعني وقت الصلاه، وين رايحين نحن؟ طيب فاذا سترها عرفا يعني، يعني هلا هو كشفتها الريح يا حق ام رفعها، تذكر هو ساهي ما هو انتبه مو قاصد يكشف، اذا قصد بطلت الصلاه. لاحظنا، وانا بعتبر والله ما بيحق لي انا اشهد يعني، انا مش بويل بعيني، بس هدول الناس يلي بيلبسوا هذا اللباس بحيث اذا سجد تظهر العوره، هذا يعتبر تعمد، لان هو في الاصل ما ستر يعني ما لبس اللباس الذي يستر العوره. نعم. قال الرابع: الكلام العمد خير قران وذكر ودعاء بحرفين وان لم يفهما، او بحرف مفهم، ولا يضر يسير كلام وهي ست كلمات فقل سبق لسانه او سبق لسانه اليه، او تكلم ناسيا للصلاه، او جهل او جهل تحريمه فيها وكان معذورا، كان نشا بباديه بعيده عن العلماء او كان قريب عهدهم بالاسلام. هلا الكلام، خلوا بالنسبه للرابعه، الكلام ما سوى القران والذكر يا شيخ وسيم، قصدي بدي اسالك عليها بعد الدرس، كلام اي كلام غير القران يعني غير كلام الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، او الذكر سبحان الله الحمد لله، او الدعاء رب اغفر لي ولوالدي، غير هذه الثلاثة الكلام يبطل الصلاة. هي نحطها هلا على جنب، منين جبنا هذا الكلام؟ قال لما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن معاوية بن حكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه وقد شم عاطسا، يعني واحد عطس قال شو؟ قال شو؟ قال له يرحمك الله. لاحظ معي، ما بيعرف نحن كيف علمنا ديننا من تصرفات الصحابة وتعليم النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، فقال له يرحمك الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصدع فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. نجد الاستثناء من الحديث، إن هذه الصلاة لا يصدع فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وأيضا في حديث رواه البخاري ومسلم عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال كنا نتكلم في الصلاة. شو لك المحمود؟ بعد الصلاة بيدي والله الحمد لله كمل صلاتي، يدخل على الصلاة الشيخ عقيل اي والله تأخرت الله يهديك. فقال زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة، أول ما فرضت الصلاة بعدين علمهم النبي عليه الصلاة والسلام، كنا نتكلم في الصلاة حتى يكلم أحدنا أخاه في حاجته في أمور الدنيا، زوجته الأبناء إن شاء الله الله يسر له ويكمل صلاته، فحتى نزلت هذه الآية وقوموا لله قانتين. لما بتقوموا بين يدين الله بدكم تقنطوا، بدكم تعبدوا، ما بصير تحكوا، فامتنعوا بعد ذلك عن الكلام. طيب هذه القاعدة الأولى اللي نرد نسألك عليها، الكلام يبطل الصلاة فيما سوى القرآن الكريم أو الذكر أو الدعاء. هلأ إذا كان الكلام بحرفين غير مفهمين فأكثر تبطل الصلاة، في حرفين ك مثلا أحم، لا أحم هي يعني حكم يعني فيها معنى، بحرفين غير مفهمين
فأكثر تبطل الصلاة. أي كلمة، أي حرفين، من باب أولى الكلمة يعني، أو بحرف واحد مفهم. في عندنا حروف اللغة العربية هي عبارة عن فعل أمر، ومالك يوم الدين يراويه ناصر وعند صراط والصراط لي قم لي لحالة قنبلة لي من ولي يلي لي تبع يتبع اتبع اتبع قنبلة اتبع القارئ اللي اسمه قنبل وعى يعي عي عين تحت كسرة فعل أمر من الوعي وقى يقيقي من الوقاية من عي من الوعاية في كمان في فاء وتحتها كسرة فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره فهذا من الوفاء يعني أطلب منك أن تكون وفيا. فإذا قال حرفا واحدا مفهما بطلت الصلاة، وإذا قال حرفين فأكثر ولو غير مفهمين فأيضا تبطل الصلاة. قال يستثنى من ذلك ما كان ما لو كان ناسيا. طيب إذا كان ناسي كم كلمة نسامحه؟ أوسي بتصير شيخ مدرس محلي ست كلمات. النبي عليه الصلاة والسلام لما اختصر الصلاة طبعا الله جعله ينسى مشان نتعلم نحن، فقالوا له الصحابة أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فقال صحيح ما يقول ذو اليدين. كم كلمة؟ ستة. فقالوا إذا كان ناسيا يغتفر عن ست كلمات. ناسي لاحظنا ناسي ها ما له منتبه لحاله يعني واقف بالصلاة دخل فلان حكى كلمة قرب دون ما يشعر مثلا هو ما بلا شعوره ما تعمد ذلك. القصد إذا قال ست كلمات ناسي فما دون يعفى عن ذلك، أما إذا تعمد فحرفان غير مفهمين غير مفهمين عفوا فتبطل الصلاة. أيضا يستثنى من ذلك قال إذا واحد والله هلا دخل بالإسلام نطق بالشهادتين وثبتنا له وثيقة إسلامه لسه ما بيعرف وحكى من سابق وهيك ابني شو بنعمل؟ يعني كمان يعفى عنه. وبتلم منا واحد نشأ ببادية، مو واحد نشأ بحلب، حلب مليانة مشايخ، أو نشأ بالشام أو نشأ بعنتاب مليانة، أو إسطنبول مليانة علماء، هؤلاء العلماء حجة على هؤلاء الجهال. لاحظنا؟ طيب قال فأقل وهي ولا يضر يسير كلامي ويسد كلمات فأقل سبق لسانه إليه، أو تكلم ناسيا للصلاة نسيته الصلاة، أو جهل تحريمه. طيب جهل تحريمه إذا واحد ناشئ بادي يعفى عنه، واحد دخل بالإسلام هلا يعفى عنه. قال وجهل أو جهل تحريمه يعني معه ست كلمات فيها وكان معذورا كأن نشأ ببادية بعيدة عن العلماء أو كان قريب عهد بالإسلام. نعم تفضل. الخامس قال الخامس الفعل الكثير عرفا الفعل الكثير عرفا كثلاث خطوات أو ضربات متواليات بأن يكون بين الفعلين أقل من ركعة بأخف ممكن، وخرج بالمتواليات المتفرقات بأن يكون بين الفعل الأول والثاني قدر ركعة قدر والقدر ركعة والوثبة وتحريك جميع البدن ولو من غير نقل قدميه حكمهما كحكم الفعل الكثير، وأما الفعل القليل كخطوتين أو ضربتين فلا تبطل به الصلاة. أولا في فائدة لغوية، يجوز خطوات جمع خطوة ويجوز خطوات جمع خطوة، فهذا جائز والمعنى واحد، خطوات أو خطوات. خطوات جمع خطوة أو خطوات
وخطوات جمع خطوة أو خطوات أيضا جمع خطوة. طيب هذه المسألة الأولى. هلا الفعل الكثير، أنت في صلاة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتيتم إلى الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، عليكم بالسكينة والوقار. فإذا كان إذا أتيتم عليكم بالسكينة، واحد أراها بالسكينة والفار، الناس ما سبحان الله على بات يوم القيامة يقل العلم. إذا كان إتيانك إلى الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم دعاك فيه إلى السكينة والوقار. طيب أثناء الصلاة تقعد بنطوة الإنسان من أرنة إلى أرنة، لا ما تصير. لذلك قال الفعل الكثير عرفا كثلاث خطوات أو خطوات، فهذه الثلاث خطوات تعتبر فعل كثير. أما إذا كانت خطوة وبينها وبين الخطوة الثانية ركن، يعني مثلا قرأ الفاتحة لما قال الله أكبر قرب ماشي خطوة، بعدين قرأ الفاتحة ولخلص ركن، فخطى خطوة أخرى. لما ركع ركوع ركن، لما اعتدل رد خطأ خطوة، فبين يعني الفعل والفعل ركن، قال لا يضر. أما إذا كانت وثبة، الوثبة تعد مجموع حركات مثل الوضوء، مثل الغطسة في الماء. نحن بالوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة. وعند الشافعية شرط الترتيب، بس شو قالوا إذا واحد زاد حاله بالماء؟ احنا قلنا هيك لما يقولنا مشايخنا، خلاص كنا أطفال يعني، لما يقولنا خلاص المسبح بدنا نطلع بقى، فبتعرف الولد وصار قاضي بلد، بس دقيقة زاد عنه وننوي الوضوء، ننوي الوضوء. ماذا قال الشافعية؟ وغطسة تكفي وإن لم يستقر. فهي غطسة كفت، وهنا وثبة كفت عن عدة أفعال، وإن كان هي موضوع هذا موضوع هذا موضوع، لكن أنا حبيتك أقرب لبعض. الوثبة راح نط قفز قفزة من عند أبو زيد لقدام، ما راح خطى خطوة، نط فرد نطة. هذه القفزة تعد عملا كثيرا، الوثبة تبطل الصلاة. هون ماذا قال؟ والوثبة وتحريك جميع البدن ولو من غير نقل قدميه، يعني راح نط بأرضه هيك قفز، هذا يبطل الصلاة بنفس المكان. ذلك تحت كاتب الصاحب، يعني مو الشارح يعني المعلق، لو هنا زائدة والوثبة وتحريك جميع البدن من غير نقل قدمي حكمهما كحكم الفعل الكثير. أما الفعل القليل، أول خطوة وثاني خطوة، بعدين جركن، بعدين خطوة، بعدين جركن، بعدين خطوة، إيه بس يعني هذا قاعد عم يحسبها فليركز بقى بالخشوع. لكن هذا أحيانا بيصير معنا، يعني إحنا لما نكون بالحرام شاف محمود بتلاقي قدامك في واحد قدم للصف اللي قدامه، فبتروح أنت بتخطي خطوة، إذا لساته بعيد عنا ممكن تاخذ خطوة ثانية، ثلاثة بتبطل الصلاة. فبتستنى لتجيب ركن بعدين بتخطي الخطوة الثالثة حتى لا تبطل الصلاة. السادس شيخ وليد. السادس الانحراف عن القبلة ولو بصدره يمنة أو يسرة، حتى لو حرفه إنسان قهرا بطلت صلاته ولو عاد عفوه. شوف هلا أنا من شروط الصلاة، نرجع مبطلات الصلاة عكس شروط الصلاة. من شروط الصلاة استقبال القبلة. طيب أنا مضطر وقف هلا هيك عشان أحشرني. استقبال القبلة، فنفرض القبلة هيك، الله هيك، الله أكبر هيك، فرحت أنا عملت هيك، عملت هيك،
شو عملت انا؟ بطلت صلاة. او عملت هيك. تمام؟ او درت 360 درجة وبعدين رجعت. اما لو حركت رأسي فهذا مكروه. يعني انا واقف هيك اتجاه القبلة عملت هيك. وانت عملت احيانا؟ مو هيك. ليش بظلموا؟ مو هيك. عمل هيك. شاف حركة من وراء عمل هيك طلع ورجع مكروه لكن لا تبطل الصلاة. قال حتى لو أجبر يعني واحد هيك راح فتله حب يمزح معه أو يقلل أدب أو كيف حتى لو حرف أو قهر عمل له هيك بعده عن القبلة ورجع فورا قال بطلت صلاته لأن استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة. اللي بعده السابع الإتيان بمفطر كأن أكل أو شرب قليلا أو كثيرا عمدا أو أوصل عودا أو نحوه وإن قل إلى جوفه من فمه أو أذنه أو ذبله ولو بلا حركة فمه لأن الحركة وحدها فعل يبطل كثيره كالمر. يعني أنا بيقول شغلة الطعام والشراب يفطر في الصلاة بينما الطعام والشراب في الصوم إذا كان ناسيا لا يفطر إذا كان عمداً يفطر. الطعام والشراب مهما كان قليلاً إذا كان عمداً يفطر. إذا كان ناسياً يعني حسب العرف قدروا على قد الحلم صار. لاحظنا رد بعيد إذا كان عمداً أكل هو أكل أو شرب مهما كان قليلا يفطر يعني في بين أسنانه عم يعمل هيك حط طلعت سمسمه فراح أكلها متعمدا عارف شو أفطر بطل الصلاة. أما بين أسنانه شيء فجرى بها طلعت من بين اسنانه وجرى بها ريقه من غير عمد من يعفى ما في شيء وضحت. فقال الاتيان بمفطر ان كان اكل او شرب قليلا كان او كثيرا مهما يعني قليل او كثير بالنسبه للمتعمد عمدا او وصل او اوصل عودا الى نحوه وإن قل إلى جوفه. هلا إذا أوصل عود من تمه أجل لك الله من دبره من أي مكان من أنفه هلا لاحظنا أي شيء يدخل إلى الجوف فإنه يفطر إذا كان عمدا. قال لأن الحركة وحدها فعل يبطل كثيره كالمضغ فهي تفطر. هلا قرأنا العبارة اللي بعدها لأن هدول مرتبطين بعضهم من بعض التنتين. بس إذا كان في فعل كثير هنا بصير بقى نرجع لموضوع الفعل. يعني هلا يعني هلا ما جاء يقطع عينه إلا هو الصلاة أصلا بده يعمل هيك حتى يقدر يقطع. فهون بنرجع للفعل الكثير. نعم. الثامن الأكل والشرب. الأكل والشرب الكثير عرفا ناسيا للصلاة أو مكرها أو جاهلا تحريم ذلك معذورا بأن قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء. لاحظ معي ما قال له ناسيا بجوز. قال الأكل والشرب ناسيا للصلاة أو مكرها على الأكل أو جاهلا تحريم ذلك معذورا بأن قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء. قال الأكل والشرب يفطر. قلت لك مهما كان قليلا يفطر إذا كان عمدا ولا يفطر إذا كان أقل من الحمص إذا كان سهوا. طيب قرأنا العبارة هي بدنا نشوف. فعلم من هذا والذي قبله أن كل ما أبطل الصوم أبطل الصلاة إلا الأكل والشرب الكثير مع النسيان أو الجهل أو الإكراه. والفرق بين الصلاة والصوم حيث بطلت بما بطلت بما
ذكر دون الصوم. أما الصائم لا تقصير منه بذلك، إذ ليس بعبادته هيئة تذكره ولا هي ذات أفعال منظومة، بخلاف الصلاة فإن لها هيئة مذكرة وهي ذات أفعال منظومة، والفعل الكثير يقطع نظمها. أما إذا أكل أو شرب قليلا ناسيا أو جاهلا معذورا فلا تبطل صلاته، بخلاف المكره فتبطل صلاته لندرة الإكراه فيه أو لندرة الإكراه فيه. طيب هلا نحن قلنا كل ما يبطل الصيام يبطل الصلاة إلا الأكل والشرب، وهيك حكينا هلا لشوي. ليه؟ قال لأنه بالصيام ما في هيئة ذكر، الصيام عبارة عن امتناع والإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، طعام والشراب والمفطرات عشان يدخل فيها الجماع والمفطرات الأخرى، في مفطرات غير الأكل والشرب. فالإمساك فما في لا هيئة، بيروح على شغله مثل العادة ويرجع من شغله مثل العادة، فما لا هيئة، ما في شيء يذكر. بينما الصلاة إلى هيئة تذكر صاحبها، أنت واقف بين يدين الله، مو قاعد على صفطة حلو يعني قاعد عم معزوم على الغداء. يعني أنا إذا كنت عبد محمود وعازمني على الغداء معناتها إذا دخلت بالصلاة بإيدي وباكل؟ لا، هذه الصلاة تذكرك أن هذا ليس من أعمال الصلاة، يعني في شيء يذكر. لذلك الأكل والشرب قال يفطر يبطل الصلاة لكنه لا يفطر الصائم. لكن قال أما إذا أكل أو شرب، هي يعني ننتبه لها، قليلا ناسيا، قليلا قليلا، شو إن القليل ما كان دون الحمية زي ما حكينا، أو جاهلا هلا والله دخل بالإسلام الزلمة حط له شغلة بتمه، حط بتمه وقال الله أكبر وبلش ياكلها، يعني شغلة هيك حط ملبسة حط كذا، أو جاهلا معذورا فلا تبطل صلاته، بخلاف المكره. قال لأنه حالة الإكراه حالة نادرة، واحد يفتح تم واحد هو بالصلاة ويحط له شيء حالة نادرة، قال فتبطل صلاته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.